Climate Now, in collaboration with Copernicus. أهلا وسهلا بكم في كلايمت ناو، تحديثنا الشهري الوحيد حول ما يحدث فعليا لكوكب الأرض. نتحدث مع عدد من الخبراء لمعرفة الحقائق حول فيروس كورونا، التلوث وتغير المناخ. إن تأثير توقف النشاط الاقتصادي على مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ضئيلا جدا. البداية من أحدث البيانات من برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ. هنا في أوروبا في شهر مارس كان متوسط درجات الحرارة تقريبا أعلى بدرجتين من معدل الفترة ما بين 1981 و2010. الأرقام أكبر بكثير في أجزاء في أوكرانيا وفي روسيا. في أوكرانيا كانت درجات الحرارة مرتفعة عن المعدل العام المتوسط بست درجات في آذار، وفي روسيا أعلى بثمان درجات. هذه المناطق أكثر جفافا مما نتوقع. يمكننا أن نلاحظ أن رطوبة التربة والرطوبة النسبية منخفضة في هذه الفترة من السنة. يعد شهر آذار الوقت المناسب لرؤية الجليد في القطب الشمالي، حيث يكون الغطاء الجليدي البحري في أعلى مستوياته. الخريطة يمكنك رؤية منطقة القطب الشمالي كاملة. هذه المناطق باللون الأحمر يكون فيها الجليد خلال هذه الفترة من العام أقل مما يتوقع. هنا حول سفالبارد هناك جليد أكثر من المتوقع. بشكل عام هناك انخفاض، ويمكننا أن نرى انحرافا إلى الأسفل منذ العام 1979، ويمكنك رؤية الجليد البحري أقل بنسبة 6%. خلال هذه الحلقة تحدثت مع كبار الاختصاصيين حول تأثير جائحة كوفيد-19 على البيئة من خلال الفيديو، وإليكم ما وصلت إليه. يبدو أن أوروبا وصلت إلى طريق مسدود. الشوارع التي عادة ما تكون مكتظة بالسيارات باتت فارغة خلال الإغلاقات المفروضة، ومن المؤكد أن يكون هذا الأمر جيد بالنسبة للبيئة. تظهر صور القمر الصناعي سنتينل 5P الآن تراجع متوسط مستويات تلوث الهواء بثاني أكسيد النيتروجين في فرنسا وإيطاليا. هواء المدينة أصبح خال من التلوث. إنها أخبار جيدة الآن. لا أعتقد أنه يمكننا القول أن هناك أهمية لهذا الانخفاض على المدى الطويل، ومع ذلك إن هذه التغييرات مفيدة على المدى القصير بشكل عام. يؤثر مستوى تلوث الهواء على صحة القلب والرئة، لذا فإن تقليل تلوث الهواء خلال فترة انتشار الوباء لا يمكن أن يكون إلا بالأمر الجيد. ومن الممكن أن يكون هناك فائدة أخرى من انخفاض تلوث الهواء. هناك احتمال أن فيروس كوفيد-19 يتنقل من خلال جزيئات التلوث. لا يوجد إجماع علمي حول هذا الأمر، إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أنه من الممكن أن يكون هذا الأمر حقيقي. الجسيمات المعلقة عندما تكون بكثافة معينة مع الكثير من الضباب الدخاني وتلوث الغلاف الجوي بشكل كبير، يمكن اعتبارها وسيلة لتسريع انتشار الوباء. إذا يعد انخفاض تلوث الهواء لمدة قصيرة أمر إيجابي. ومع ذلك، وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، لا تزال انبعاثات غازات دفيئة تنبعث منها، ومعدلات ثاني أكسيد الكربون تسجل مستويات قياسية. لو نظرنا إلى كيفية تشكيل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فليس الانبعاثات السنوية بشكل خاص هي التي تتحكم بهذه المستويات، بل التراكم الكامل لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ ما قبل العصر الصناعي والتي تشكل المستوى الحالي. لذا من غير المرجح أن يكون لخفض الانبعاثات في عام معين تأثير على المستويات العالمية لثاني أكسيد الكربون. لفيروس كورونا تأثير مباشر وكبير على حياتنا الشخصية والعملية، ولكن ماذا عن البيئة؟ إن الدروس التي يمكننا الاستفادة منها هي أنه يتوجب علينا وبعد أن نتخطى هذه الأزمة أن نفكر مرة أخرى في مشكلة تلوث الهواء. لسوء الحظ إن تغير المناخ موجود وسيظل كذلك ولن يتغير بفعل هذه الأزمة. ونقطة واحدة أخيرة، كان هناك العديد من الأسئلة حول ما إذا كان فيروس كورونا سيختفي بمجرد حلول فصل الصيف. الإجابة لا تزال غير واضحة، ولا نملك معلومات كافية بعد. لذا ابقى آمنا، وسأراك في المرة المقبلة. Climate Now in collaboration with Copernicus.